السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المناضل سعيد خليل المسحال أبو هشام، وهذا الجزء هو الجزء 20 من هذه المقابلة. عمي، بدنا نسألك عن تمويل، يعني بدايات الحركة، هل تمويل ذاتي كان تمويل شخصي، ولا كان مثلا في بعض الجهات تدعم حركة فتاة؟ في ما قبل الانطلاقة كان في الإنفاق على الإعلام البسيط والداخلي، يعني منشورات المطبحة والأشياء زي هذه نصرف عليها من اشتراكات الأعضاء. لما قررنا الانطلاقة طبعا بدنا تمويل كبير شوي، فقررنا أنه كل واحد يدفع كل ما لديه. حلفنا يمين أنه كل واحد يصفر حساباته في البنوك ويعطيها الحركة، وهذا ما حصل. فأول دفعة صرف منها على العمل العسكري والانطلاقة كان من الأعضاء فقط لا غير. ولا زلت أذكر أن أكبر مبلغ كان من ياسر عرفات، لأنه هو كان عنده وظيفة وكان عنده شركة مقاولات وما عندوش عيلة، فكان محوش أكثر منا، فكل واحد حط من التحويشة وهو حط التحويشة، فكانت تحويشته أكبر تحويشة الصراحة، يعني أتذكرها. بعدين صار هذا ما يكفيش برضو، مفيش، فبدأنا نبحث عن مصادر تمويل أخرى. وكان أول تمويل إجانا ناتج عن رحلة قمت بها أنا ومحمود عباس إلى دول الخليج، زرنا فيها كل الإمارات الخليجية وشرحنا لهم قضيتنا وطلبنا منهم المساعدة. والصراحة يعني كانت نتيجة هذه الجولة، لازلت أذكر، 1,800,000 ريال وضعت في حساب الحركة في قطر. وعلى فكرة الحساب الوحيد اللي فتح باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كان في بنك قطر الوطني. وهكذا بدأت الانطلاقة تنمو من خلال هذا المبلغ. طبعا متجاوب معكم يعني القيادات هذه الدول، يعني كانوا هذا الأمراء، وحد زي ما تفضلت وتحدثت أنه كانت قطر مثلا تحت الاحتلال البريطاني، كلهم كانوا تحت الاحتلال. نعم. لكنهم في داخلهم كان في عروبة وفي إسلام حقيقي وفي نخوة، ومن هذا احنا يعني ضربنا على هذا الوتر، وبالفعل يعني ما قصر الجماعة، خاصة انه يعني مثلا هذيك الايام في سنة 64 قبل ما اروح اطلب منهم امير دبي الشيخ راشد طلب مني مساعدة في ان افاوض له اتفاقية بترول، فقمت بهذا العمل. وعندما عرض علي مكافأة رفضت بإباء، قلت له انا بعمل هذا كرم مني واجب علي. فأصبح عند الرجل نوع من انواع التقدير، وهذا الإشي اللي يعني كنت أنا بحاول أربيه بيني وبينهم، أني لا أطلب إشي لنفسي أبدا إطلاقا. يعني أنا عملت في قطر، أجيب لك قصة جانبية أخرى، يعني كنا بنتفاوض على الحدود بيننا وبين أبو ظبي، وكان هناك في حقلين بترول
أنا بصفة كخبير بترول كنت عارف عنهم، فبقول الأمير إنه في احتمالات بترول هنا ولازم نحدد الحدود، فقال لي خذ أي مبلغ وهات لي المعلومات. أنا المعلومات عندي وعارفها، يعني كان ممكن أقول له المعلومات مش عندي وأقول له هات لي مليون دولار مثلا خلنا أجيب لك المعلومات وأحطه في حسابي في البنك وأوري المعلومات. قلت له لا، مش لازم فلوس، المعلومات عندي. فلما كنا نتعامل معهم بهذه الطريقة، هذا هو اللي بربي الاحترام. في يوم من الأيام الشيخ خليفة بيقول لي سعيد جماعتك مش زيك. بقول له كيف؟ قال أنت بتستاهل كل خير، ولو أعطيتك إيش ما أعطيتك بشعر أنك أنت المتمنن علي مشان المتمنن عليك، ورغم ذلك ترفض تأخذ أي مليم أو أي شيء، بينما جماعتك بيجوا يطلبوا. فهذا اللي بيرخص الرجال وبيغليها. فكنا ايامها غاليين وقيمتنا فينا غاليه. انا رحت على امير البحرين، كان في مشكله 16 مدرس فلسطيني مطرودين من العمل. فرحت نزلت في اوتيل درجه ثالثه، اتصلت بمكتب الأمير وقلت له بدي أكلمك باسم حركة فتح. عزمونا على العشاء، رحنا على العشاء، كان معايا معاز عادل. رحنا على العشاء وبعدين دخلنا معاه على الديوان. جالس في صدر الديوان الأمير وحواليه شمع عدنين من هنا ومن هنا، وكان بقاعد عليها مفهوم إنه هذه إله لحاله، وكل اللي يجوا شيوخ ومن العيلة الحاكمة مش عارف شو ينزلوا يبوسوه من الركبة، ثم يوتوتوا كلمتين، يوتوت فيهم كلمتين وقوموا. فبقول لي معاز ايش ابو اسامة كيف بدك تعمل؟ قلت له الحين بتشوف ايش بعد اعمل. لما قاموا بتاعين الركب هذولا رحت سلمت عليه وقعدت عنده على الكنبة وقعدت احكي. قال لي يلا خلنا نروح على المكتب. رحنا على المكتب وحكيت وحليت مشكلة المدرسين. قال لي ايش بتطلبوا فلوس؟ قلت له انا جاي لمشكلة المدرسين، ما عنديش اوامر اني اطلب منك فلوس، ولذلك لن اقبل اي تبرعات شكرا. انما لما يجيني قرار من حركتي اني اطلب منك حجيلك، اما هالحين ما طلبوش مني فبقدرش اخذ. هذا الانضباط، كنا ماشيين على هذه المبادئ، ولذلك كان لنا تقديرنا واحترامنا في كل مجلس يقومونا ويرفعونا الرايه، لان كنا محترمين وقيمتنا كبيره وهمتنا كبيره وكرامتنا كبيره. لكن لما صرنا نروح نطلب مرسيدس ونطلب بيت ونطلب عفش ونطلب اشياء تافهه ونطلب تعليم لاولادنا ونطلب، صرنا لما نيجي نروح نطلب لفلسطين ما حدش يتجاوب معنا. والله الله يرحمه مات قريبا الشيخ صقر القاسمي، كنا واخذين منه معاد ان نجي له وعازمنا على الغداء راس الخيمه. راس الخيمه أنا ومحمود عباس طالعين بالسيارة، كانش أيامها طرق بين رأس الخيمة ودبي، فماشيين على شط البحر بالسيارة. راحت السيارة وهي راكبة فوق صخر فعلقت، لا احنا عارفين نروح لقدام ولا نروح لورا، ونستنى لغاية ما اجوا ناس وساعدونا وشلنا السيارة وما وصلنا للقصر. كانت الدنيا قريب غياب الشمس، لقيناه قاعد بيحوم أمام القصر وبروح مش قاعد جوا ولا في القصر، برا القصر قاعد بيقزر
وقول أنا كنت قلقان عليكم واثنان وهيك هيك حصل معنا وإحنا آسفين. قالت أسفوا لي أنا آسف اللي إنه جشمتكم هالمشاكل هذه. وجلسنا معاه وحول الغداء إلى عشاء وقعدنا معاه وأكبر مبلغ إجا منه نص مليون لازلت أتذكر. فيعني هذول فهذول الجماعة وعند يعني بدي أقول لك حاجة والله لو تمينا على هالمنوال كان قضيتنا زمان حلته يعني. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. احنا هن وهن على العرب وهن على أنفسنا في مراحل معلش يمكن مش وقتها في التسجيل بس بدها تنقال. المرحلة التنظيم الأولى كانت مرحلة نقاء من عدم النظير. مرحلة الانطلاقة الأولى كانت مرحلة نقاء من عدم النظير. بعد 67 بدأ الهزال يدب في جسم الثورة. من القرارات الخاطئة اللي تسببت في أن أبتعد عن القيادة أول قرار قرار استلام منظمة التحرير سنة 69 لأنه استلمنا منظمة التحرير من هنا وصار زعمانا لهم زي متجوز تنتين يروح لهذه كلها أنا بدي أرضي هذه ويروح لهذه كلها أنا بدي أرضي هذه فله راضي هذه ولا هو راضي هذه. منظمة التحرير بدها وحركة فتح بدها طب مين اللي يمشي كلامه. فتلخبطت الأمور منذ سنة 69. بعدين إجا الخروج من الأردن وبلوي وبعدين إجا الدخول إلى بيروت وبلويها. بعدين إجا سنة 74 لما قلنا المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني قلت لهم أيامها هذا القرار أنتم بتطلبوه من الجامعة العربية بدي إياكم تطلبوه من ألف وباء. ألف تلتزم الدول العربية بكامل التحرير لكامل التراب الفلسطيني. ثانيا المنظمة هي الممثل الشرعي معلش. أما إذا كان المنظمة هي الممثل الشرعي بدون ألف معنا رحنا في 60 داهية معناه أنه قلنا للأمة العربية ما لكم مش صالح فينا إحنا بنحل قضيتنا بأنفسنا ومن ثم نجد مبرر للتملص العربي اللي هو موجود أساسا. وهذا اللي حصل. هذه كانت أكبر الأخطاء. بعدين الخطأ بتاع أوسلو هذه الجريمة الكبرى لو أنهم طلبوا انسحاب إسرائيل قبل التوقيع لانسحبت اللي هالحين صار لهم 17 سنة بفاوضوا. والله لو أنهم أصروا أنه مستعدين نوقع أوسلو ونعترف بإسرائيل فقط شرط انسحاب إسرائيل كامل من الضفة وقطاع غزة لانسحبت إسرائيل. إسرائيل كانت مستعدة للانسحاب في كامب ديفيد بتاع أنور السادات كانت مستعدة لكن أنور السادات ما طلبش. وكانت مستعدة في أوسلو لكن محمود عباس ما طلبش. محمود عباس في مقابلة لازلت أذكرها مع البي بي سي بيقول يا عرفات فاكر لو طلبنا أكثر بناخذ أكثر. إحنا منيح اللي حصلنا اللي حصلنا. أنا متذكر هذا الكلام. أنا متذكر امبارح مقابلته مع الجزيرة في ثلاث مشاكل عند الفلسطينيين. مشكلة الوحدة يروحوا يوقعوا في القاهرة بنتهي كل حاجة يا سلام بهالسهول. المفاوضات احنا بنستنى أمريكا احنا بصيروا بجرة ما يصيروا يجرى احنا
قاعدين بيبنوا ما يبنوا. الله امبارح كنت تقول لازم يقفوا والحين بتقول ما يبنوا. يعني هؤلاء الناس لا لهم كلمة يقفوا عليها ولا لهم شرف يحافظوا عليه ولا لهم عقل يستعملوا ولا لهم ضمير، وهم اللي مسكنا القضية. يعني احنا الصراحة الحين قضيتنا في أيدي غير أمينة من جميع الجهات. بعدين في إشي مهم جدا لازم يعرف كل عربي، منذ إعلان إبراهيم باشا إنه أنا سأقيم الدولة العربية الكبرى، إبراهيم باشا ابن محمد علي، للحين لهذه اللحظة وإلى الأبد راح يظل في 6 أعمدة شر متلبسة العالم العربي، وضعتها بريطانيا وورثتها أمريكا واستمرأت بها الصهيونية. أولا ممنوع الوحدة العربية، بل التفتيت هو المطلوب من أي نوع. ثانيا ممنوع الديمقراطية منعا باتا في البلاد العربية. ثالثا ممنوع الجيوش القوية منعا باتا في البلاد العربية. رابعا ممنوع التقدم التكنولوجي. خامسا ممنوع التقدم الاقتصادي. سادسا ممنوع البقاء على الأخلاق والقيم. هذا هو الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية البريطانية المطبقة على العالم العربي، والتي نسير بها كالبلهاء في الشوارع، وهي مطبقة علينا يوميا. عندما تذهب إلى 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 الشارع، روح على سيتي مول والله على أي مكان وشوف نوعية لبس الشباب وطريقة مشي الشباب، تعرف إنه الأخلاق قاعدة بتنحضر. روح إلى طريقة كلام للمعلقين على التلفزيونات، قيمنا بتنحدر. روح على طريقة الذين يدعون إلى 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 الدين، بين ننحدر كلهم من 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 طلاب الحسنة. كل اللي يدعون إلى الدين يدعون إلى الدين بطريقة خرافية، كلهم من طلاب الحسنة. والسياسيين كلهم أصبحوا من المندلقين على تحت أقدام الغرب. اللي بيحصل في لبنان الآن هو إنه قاعد واحد بيتباهى وبيفخر إنه ملياردير على حساب الوطن وعلى حساب الأمة، ويفخر بإنه بده وطن ويكون ضعيف حتى يظل سليم، ويعني بمعنى آخر إنه بده يظل تحت أقدام بريطانيا وأمريكا وإسرائيل حتى يظل مش فاغصين والفغصة الأخيرة، يعني حاطين رجلهم عليه معلش. بس هو حزنا منهم ووفاء لأنه كان قبل إنه ينحط تحت رجليهم، مش حي يفغصوا الفغصة الأخيرة. هيك بيمشوا السياسيين وهيك بتمشي الأمم، ويجد التأييد من 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 الدول العربية كبرى، معناه أنهم هم متمنيين أو واقعين تحت نفس القدم، ولا لا؟ طبعاً. بس. طيب عمي نرجع شوية لفتح. ليه أنت بقيت في فتح؟ يعني شو صار معك خلال هذه الفترة؟ أنا تخليت عن موقع القيادي بعد كل الأخطاء الغير محسوبة والغير مقبولة، فما بقدرش أظلي متحمل مسؤولية، لأنه ما دام قائد يعني متحمل مسؤولية، حتى لو كنت أنا مش شريك في 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 عمل بكون متحمل مسؤوليته، القيادة جماعية. فلذلك تنحيت عن القيادة، إنما هذه الحركة أنا مألفها، أنا مؤسسها، أنا واضع بيانها الأول، فلا يمكن أن أخرج منها. يعني ما أنا ما خرجت من فتح، رغم أنهم ادعوا أنني خرجت من فتح، لأنهم لا يستطيعوا أن يقولوا غير ذلك، لأنهم وإلا بدهم يعترفوا بأخطائهم. يعني أنت شو كان موقعك في الحركة بعد البيان، بعد
1/1/65 زي رئيس وزراء سابق. لا ايش موقعه من الحركه؟ نعم يعني لما يعني انت يعني قصدي ضليتك من 65 لل 74 عضو قيادي لغايه ال 75 تقريبا. يعني انا تركت في اواخر ال 74 في اواخر ال 75. طب حضرت اي مؤتمرات او صار مؤتمرات في الفتره هذه؟ اه طبعا. المؤتمر الاول انا حضرت المؤتمر الاهم، سيبك من التسميات، الاول والثاني والثالث. نعم. المؤتمر الاهم الذي عقد سنه 1971 اثر حوادث الاردن. وفي ذلك المؤتمر كان مؤتمر حساب ومحاسبه واعاده تقييم صياغه لكل شيء. فهذا المؤتمر انا حضرته وكنت صاحب دور فاعل، كنت رئيس لجنة إعادة صياغة النظام الأساسي للحركة. وبسبب قبل ذلك كنت عضو المجلس العسكري للحركة، مش كانوا يسمون عسكري، هم كانوا يسمون المركزي. فكنت في المجلس المركزي وحضرت عدة اجتماعات في المجلس المركزي، عمي غير اللجنة المركزية. نعم. يعني هو المؤتمر بشكل المجلس المركزي، واللجنة المركزية بتكون من أعضاء المجلس المركزي. يعني أذكر اجتماع كان في بيت ابو بيت خليل الوزير ابو جهاد في دمشق، وكان هذا الاجتماع في اعقاب لما حكينا عن الانفلات في الاردن وما حصلش قرار بعدها. ف كنا بنحكي في موضوعات من هالنوع، يعني هو محاولة إرجاع الانضباط في صفوف الحركة. فأبو عمار بده يتحجج إنه في أحداث هجوم في الأغوار وبده يطلع من الاجتماع، فوقفت في باب الغرفة ومنعته من الخروج، قلت ارجع بدنا نكمل كلامنا. قال لي ابعد من وجهي لطخك. قلت له تفضل، انت معك مسدسك وفي عندك ايدك وعندك عقلك وانا واقف قبالك وتفضل. قال له هو راح قاسني وقال لي غلبتني وراح قعد. لكن هذه الاحداث يعني انا بجيب لك اياها كمثل. الأغوار عدة اجتماعات حدثت بيني وبينه. أحكي لك اجتماع آخر، كنت عند أبو علي إياد عليه رحمة الله في الهامة. الهامة كانت قاعدة لنا في الشام. فبدينا نتحدث في أمور الحركة. قال لي بدي أهيئ لك سيارة وتنزلها الحين على الاختيار على الأغوار تحكي له هذا الكلام، لأنه أنا يعني يشاركني الرأي في الهموم. فركبت السيارة ونزلت على الأغوار، التقيت أنا وأبو عمار في كانت في قاعدة جنب السلط. فوصلت العصر لقيته بيوزع معاشات على نساء المناضلين الشهداء والأسرى. قلت له يعني ما في شيء واحد غيرك يوزع معاشات، لازم انت اللي توزع معاشات ولا بدك تبوس كل نسوان؟ بمزح يعني. اخذته من ايده وعبرنا على خيمة نحكي. واحنا جالسين في الخيمة لسه بدنا نحكي، هو كان عنده حركة
في له إشارات أعطيها لبعض أعوانه اللي حرسوا، بعمل لك هيك يعني، معناته بعد شوية تعال واعمل حالك بتحكيني في ثاني عشان يخرج يلاقي له مخرج يعني. زي لما واحد حكى له في ذانه وقال له في هجوم على الأغوار في هالمرة، وإحنا في الخيمة أنا جاي واحد بحكي في ذانه بيقول لي في زعيم من زعماء الأغوار جاي يقابلني، فخلينا نقابله في الأول. زعيم من زعماء الأغوار، إجا زعيم من زعماء الأغوار اللي هو واحد بدوي له ابن مختفي زي من الأغوار. المهم جلسنا وحكينا على الفاضي، فطلعت من الخيمة، كان أيامها لسه رجله مش طيبة أبو علي إياد، قال له هو بعكازات وواقف على الحيط اللي قبال الخيمة، شافني طالع هيك متجهم الوجه، نزل على صدري وقعد والله يبكي بكاء مريرا. قال لي تعال معاي خل نروح فيش فايدة. قلت له روح روح الله سهل عليك. ليلتين بت هناك تاني احاول اني بس اقعد انا وياه ساعة نحكي كلام ونقرر قرارات. ابو عمار كان ماخذ الحركة كأنها يعني عزبة له. يعني انا بدي اقول لك حاجة، اللجنة المركزية لحركة فتح يمكن من سنة 75 حتى وفاته يمكن ما اجتمعتش على عدد ايدين اصابع الايدين الواحد، لانه دائما في خلافات بين فلان علان علان على فلان، وهو مبسوط على هالشغله هذه. اللي تمه لازق جنبه وورث الحركه عنه وورث المنصب عنه هو أسوأ اعضاء حركه فتح، وهو أضعفهم شخصية وأضعفهم قرارا وأضعفهم عقلا وأضعفهم ضميرا. وهذا هو دائما يعني، هذه من الأخطاء الرهيبة للزعماء، إنه دائما اللي بيجي بعدهم بيكون ولا حاجة. سبحان الله يعني هذه متكررة في التاريخ. يعني أنور السادات بعد جمال عبد الناصر، عثمان بعد عمر، يزيد بعد معاوية، دائما بعد الواحد قوي وعنفوان بيجي واحد هويمل بخرب الدنيا. طبعا شو سبب يعني تركك لحركة فتح أو لتركك الموقع القيادي في حركة فتح؟ في سبب مباشر في سبب؟ ما هي حكيت لك إياهم كله، هي هذه التراكمات أنا يعني حكي لهم إياها لهذه الأسباب. رغم أنا بقدرش أتحمل مسؤولية إنه إحنا يعني أنا بعتبر إنه دخولنا لمنظمة التحرير ورضانا بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد بمثابة وعد بلفور آخر. يعني وقتاش بيجي هذا المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد؟ والله لو أنه يوم تأسيسها قالوا هالكلام يمكن يكون في له، بغض النظر عن أنه خطأ أو صواب، في له جزء من المنطق. لكن بعد ما تكون سقطت فلسطين بالكامل في أيدي الأعداء والمنظمة مشتتة في كل أنحاء الدنيا، نقول المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد. طب إيش اللي حصل بعد ما صار هذا القرار؟ إيش اللي حصل في المنظمة بعد سنة 75؟ مش خرجت من لبنان؟ نعم. مش تحاصرت في تونس؟ تونس بيقولوا طلعت لتونس، وين راحوا الفدائيين اللي كانوا في لبنان؟ في أقاصي السودان، في أقاصي جنوب تونس، في أقاصي مصر، في أقاصي، في الأقاصي يعني.
واحد شفته في لندن كان من القيادات، مش متذكر اسمه والله، كان يعني لما شافني صار يبكي، قال هذول الجماعة مرميين يعني حاطينهم في السودان حوالي 2000 ولا 3000 في منطقة لا ماء ولا شجر في الصحراء، يعني إذا قطع بيقدروا يموتوهم عطشا. أنا رحت شفت بنفسي لما رحت على تونس سنة 93، شفت الذل اللي عايشين فيه اللي في تونس، وشفت الذل اللي مرميين جنوب القيروان، جنوب القيروان مرميينهم، فيعني أشياء مذلة كلها نتيجة أخطاء صغيرة بتحصل هان بعدين. هل الآن الوضع اللي احنا فيه الآن إيش هو؟ أنت عارف إيش سياسة إسرائيل الآن؟ تعرف انت كان في واحد اسمه اعتقد ايدي كوليك كان رئيس بلدية القدس من مدة، كان يجي على استراليا فبيقولوا له انتوا بتعملوا اعمال غلط في فلسطين والى اخره، قال لهم انتوا لسه حليتوا مشكلة الابروجينز تاعونكم، احنا بدنا نحل مشكلة الابروجينز تاعونا فسيبونا. الهنود الحمر في امريكا، أنا رحت على قراهم وشفتهم بعيني، والأبروجينز في أستراليا شفتهم بعيني، يعاملوا معاملة الكلاب الضالة، سكرانين معربدين طول مرميين في إيد واحد، من هنا بيرة ومن هنا ويسكي، حالتهم بالويل، وبيعطوهم شوية مصاري خلوهم هيك، يعني أحيان بل أموات في الدنيا. وهذا اللي بدهم إيانا، بدهم إيانا نكون الميت الحي أو الحي الميت. يعني الآن اللي بيحصل في غزة تلاقي معظم الشباب إما مهووسين لأنه مخدين لهم 200 دولار وحاملين برودة عاملين حالهم حماس، او مهموس بحبوب مش عارف شو اسمها، بسموهم ترملين هلوسه، حبوب الهلوسه، ومرميين في الشوارع. والضفه نفس الشيء، لما تروح هناك انت الحين شايف ضفه، روح هناك وشوف، شوف الوضع في نابلس، شوف الوضع في جنين، اوضاع مهترئه بالكامل. فهذا اللي بدهم اياه لنا، مرور الزمن كمان 10 سنين بنكون احنا اصبحنا نتذكر انه كنا نطالب بفلسطين. اذا كان هذه هي تصرفات مثل هؤلاء القاده، عاملين حالهم قاده وعاملين حالهم زعماء ولهم بيوت، بيت في عمان وبيت في القاهره وبيت في الضفه وبيت في رام الله وبيت هنا، وهذول كلهم اصحاب قصور وصب هناك، وهم كانوا من حثالات القوم، مناش حثالات، هم كانوا أسياد القوم بس صاروا حثالات. فبتقول لي ليش أنا ما تركتش حاجة. يعني منذ سنة 75 حتى الآن اجتمعت بياسر عرفات حوالي 5 6 مرات، أكثر من اجتماعاته باللجنة المركزية تاعته، أكثر. ورحت له على تونس أقول له إيش لازم يصير، ورحت له على غزة أقول له إيش لازم يصير. و يعني إذا بدك نسجل كل هذا الكلام بنسجله بالتفصيل، بس الحين أنا قاعد بحاول أختصر عشان مش عارف أنا. لا أحكي لنا حاجة شو اللي صار. يعني سنة 93 كتبت كتاب ضياع أمة كإنذار، عشان أسلمه إياه يقرأ ينذر بي. فبعت له كتاب ضياع أمة من لندن، صخر حبش رجع لي إياه، رفض استلامه،
أبو عمار صخر حبش. نعم. فركبت الطيارة ورحت، رحت لأبو عمار سلمته الكتاب، وبعدها قابلته حوالي 4 مرات وأنا هناك بعد ما سلمته الكتاب، وتحادثنا في الكتاب، وقال لي كل كلامك صح وأنت صح، وبس إحنا مفروض علينا طريق ثاني بدنا نمشي فيه. المهم قلت له طيب أنت بدك تمشي سياسة وأنا مش موافق عليها، أوكي، طب سلمني الاقتصاد عشان أحسن اقتصاد البلد، أنا عندي، أنا خبير، خبير بترول وصناعة واقتصاد وأسس الدول وإلي خبرات متراكمة، فخلني أوظفها لبلدي. قال لي بمزح وقول لي وتظلك وجهي في وجهك؟ قلت له لا بجي بخش مكتبك بس. قال لي طيب لما نصل هناك تجيني. رحت أنا بناء على هالكلام اتصلت برجال الأعمال الفلسطينيين وأسسنا شركة، مشروع شركة يعني ما أسسناهاش بس كتبناها على الورق. ورحت قابلت اتصلت ب جهات المعنية في أوروبا، جمعت قائمة بأسعار المعدات اللي لازمة للعمل، وكانت فكرة الشركة تقوم على أساس أنها شركة غير ربحية، تراكم المال يبقى فيها وتكون مساهمة شعبية وغير ربحية لكي تبني الوطن، مش لأن تبني الجيوب. وقدمت لي إياها، قال لي بارك الله فيك ممتاز، طيب عمل لي دراسات جدوى. عملت له دراسات جدوى ودفعت الألاف المؤلفة في كتاب دراسات جدوى وما فيش فايدة، ما فيش. بعدين عملت شركة مقاولات، حاولت إني أعمل، ما فيش في صد، ما في يعني منع كامل. رحت له في غزة قلت له اسمع انت جاي على غزة لا عندك جيش ولا عندك دول مأيداك ولا مسندك، لا عربية ولا غير عربية، في قدامك خلف الشعب المسكين هذا، اعطيه الديمقراطية واعطيه الثقة، خلي يعطيك الدعم والسند. قال لي طيب سمعت. طيب بعد ما سمعت زين، يوم من الأيام بحكي اللي هو طلع فيه هيك، قال لي تعال معي تعال معي بدنا نروح نشوف واد غزة في جسر بنعمله هناك، بدي أشوف رأيك الهندسي. طلعنا، طلع على سطح الجسر وطلعت معاه أنا الوحيد أنا وياه على سطح الجسر. قال لي أنا جايبك هان لأنه هانا فيش كاميرات ولا في مسجلات، من فضلك أنا ورطان ورطة أنا رافضها لكن واقع فيها، فمن فضلك ابعد، إذا ربنا قسم لي العيشة بنتقابل، ما قسم ليش اعمل اللي بدك إياه، أما هالحين ابعد يا سعيد، هذه أكلة خرائية اللي احنا وقعنا فيها عن أوسلو، واللي وقعنا فيها أخوك أبو مازن. نزلنا عن الجسر، كل الناس تحت الجسر فاكرين أنه سعيد صار نائب رئيس الوزراء، نائب الرئيس، وتطلعوا يعني بفكروش الناس ألا في مصلحتهم النفسية، وأنه اللي بيحكي لنفسه إشي غريب. من بعدها دخلت الانتخابات، دخلت الانتخابات في غزة وأخذت 37,000 صوت، كان أعلى صوت 17,000، راح جابهم 22,000 يا ربي، جابهم أعطاهم 20,000 سجلوا لهم زيادة عشان يقفزوا، وأنا خصم مني 20,000، ورغم ذلك نجحت في الانتخابات، ووقف محمود عباس وأعلن اسمي على التلفزيون
بعد يومين قال له بناديني يا ابو عمار وبقول لي قررنا اسقاطك باوامر عليا. من وين؟ قال لي اسحاق رابين مش عايزك ومحمود عباس مش عايزك وانا مش عايزك. ف خلينا في حالنا وانت روح في حالك. هذا الكلام سنة 96. طلعوا اشاعات اني جاتني هارت اتاك وخذوني في الـ في الـ في الامبلانس على على مصر. بس يعني عملية قتل سياسي، ورغم ذلك تميتني مستمر ولهالحين مستمر، وعملت مؤسسة لكي أدعم فيها الروح الثقافية للشعب الفلسطيني. ترجمت كتب، كتبت كتب، كتبت مقالات ووزعتها ما لا يقل عن 100 مقال خلال السنوات العشر اللي فاتت. محمود عباس نفسه سنة الانتخابات الأخيرة، هذه تمت سنة كام؟ سنة 2005. كنت في غزة وشايف الجو ودارس الجو وعارف إنه راح تحصل مصيبة وفتح حتسقط وحماس حتيجي وهذا كله تخطيط إسرائيلي، وهذا كله تخطيط إسرائيلي. فاتصلت فيه ما ردش علي، اتصلت برفيق الحسيني وسبت عنده مسج، قلت له قول لأبو مازن اصدر قرار بوقف الانتخابات وتأجيلها إلى إشعار آخر. إذا صارت الانتخابات الحين رح ناكل يقع الشعب الفلسطيني في مصيبة. واستدعيت إسماعيل هنية عندي في المكتب في المؤسسة، أعطيته بوصلة قلت له أرجوك أنك تستخدمها هذه، أنتوا ممنوع تخشوا الانتخابات. قال لي ليش؟ قلت له لأنه إذا سقطت مصيبة وإذا نجحت مصيبة أكبر. إذا سقطت معناه أنه الخيار العسكري ساقط في الانتخابات، يعني الشعب الفلسطيني بدوش، وإذا نجحته مصيبة أكبر لأنه معنى الشعب الفلسطيني متنكر للسلام ويعطي لإسرائيل الفرصة تعمل اللي بدها إياه، وإنتوا في الحالتين قابلين بينكم تكونوا تحت سقف أوسلو لأنه الانتخابات هذه بتتم بموجب شروط أوسلو وإنتوا رفضينها، فكيف تقبلوا؟ قال لي كلامك منطقي بس جماعتنا عندهم موال آخر. الموال الآخر أنا عارفه، موال الجهاد في سبيل الله وقامة دولة الخلافة. هل فلسطين الآن متحملة دولة الخلافة؟ طب ما تقوم دولة الخلافة في بغداد، ما تقوم دولة الخلافة في السعودية، ما تقوم دولة الخلافة في مصر، جاية في قطاع غزة تقوم دولة الخلافة؟ يعني الفكر الضيق والأفق الضيق هو اللي جاب لنا الهم والغم عن من الجانبين. يعني محمود عباس ماشي في طريق خطأ 100% وهذاك ماشي في طريق خطأ 100%، يعني زي قطبي المغناطيس سالب وموجب عمرهم راح يلتقوا. خلاص، ما هو ايش النتيجة؟ النتيجة انه الشعب يترمل، الشعب يأس، الشعب يصل إلى حد اليأس، وهذا هو المطلوب، وهذا هو اللي ماشيين عليه واللي مكيفة عليه إسرائيل. كيف بصير لها يعني بإيدينا بصير اللي هي بدها إياه؟ لو أنا بفهم هالشغلات هذه إن كان بيلتقوا بيعملوا شيء ثاني من الصبح، لكن مش فاهمين ولا قاعدين يفهموا. طيب بعد أنك عم نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.